بريتزو وبيت. أنا جائع. تايرون ديناصور تي ريكس الكاوبوي. مدينة القبعات. إلفيس فانت. رائع. والمتبقي هو يوك. ما هو اليوك؟ ألم تقرأ نشرة السياحة؟ إنه دب ضخم وبديع. واو، هل أنت بخير؟ ها؟ سنلتقط صورة مع يوك. آسف يا فتاة، لقد غطيت الدب الكبير. ألا يمكنك إزالة الغطاء؟ كلا، من المهم جدا أن يغلف يوك قبل أن تغرب الشمس كي لا تدب فيه الحياة ويأكل الجميع. حقا؟ بالطبع لا، هذا ما يخبر به أبي السياحة كي لا أصعدوا عليه. أنا آسف. لا تقلقي، سنتصور معه غدا. ليس لدينا وقت لذلك، لا وقت في برنامج رحلتنا لأي شيء. سأحصل على التيشيرت في العام المقبل. لا يتعلق الأمر بالتيشيرت، أنت تفعل هذا دائما. أخبرتك بأهمية الأمر ولم تسمعني. هيا، هل أتخيل ذلك أم أن الماسكوت تبدو مختلفة ليلا؟ أعتقد مخيفة هي الكلمة الأنسب. علينا إزالة الغطاء والتقاط الصورة والعودة إلى الشاحنة مهلا. لا تقلقي، سأفعلها بهدوء شديد. ترى، جهزي كاميرتك يا جوين. المكان الأنسب. حللنا عقدة الحبل، التقطي الصورة يا جوين. أوه، كادوا يروننا. بكل تأكيد أيها الصحيح. جوين. أوه، لحسن الحظ أنكما هنا. تستطيع الكلام؟ وهذا ليس كل شيء. واو، هل سوف تغني؟ هذا مذهل. نحاول ألا نصدر صوتا. كنت يوما وحشا مهبا حتى أصابني الشر، واشتعل صبري لهيبا أحلم بالمفر. ماذا تكون؟ أنا ملك جبار، أنا سلطان الصحراء، أنا حاكم كل المملكة. لكن الأشرار، الحساد الجبناء، للشعر صرت بهذه الهيئة. حاون حسود، ها؟ بالطبع، أحياناً عندما تحلق في القمة يريد الآخرون أن يجعلوك تهبط إلى مستواهم. أنا واثق أنكما تفهمان. فلو كسرتهما قيودي أخرجتماني من سجني، سيكون لكما مكافأة عندي. لأتجول في الأرض، حقق لي أمنيتي. هيا يا صغيري، حرراني. كيف نساعدك؟ هذا سهل، كل ما عليكما فعله إخراجي من الوادي قبل شروق الشمس. لا أدري. أو كفاك، أنا واثق إذا تعاونتما ستخرجاني قبل ظهور الضيف. ثرثار بالنسبة إلى دب خشبي. لست أي دب، إنني أسطورة، جلالة الملك يوكواوي. ندي يوك، أنتما صديقاي. لدي عملي، حقق لي أمنيتي. هيا يا صغيري، حرراني. سئمت من بلد به حصان واحد، اشتقت لأماكني، أصدقائي، الجوع يقتلني، تدمرت صحتي. هيا يا صغيري، فلتحررني. هيا يا صغيري، حرراني. هل انتهينا من الغناء؟